أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. أوضاع مأساوية تتفاقم مع 3 سنوات من الحرب، وخاصة في المناطق التي تشهد صراعا مع جماعة الحوثي، ومنها أيضا الساحل الغربي مديرية حيز جبل راس الجراحي، وأيضا المناطق الشمالية من مديرية الخوخة. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسكو، فقد قالت أن 5 أطفال يقتلوا شهريا، وأن أكثر من أيضا طفل يصاب خلال العام 2017. وبحسب يونيسف أيضا، فإن البلدان من ضمنها اليمن أيضا إضافة إلى بلدان أخرى تشهد الحرب، فإن الكوليرا قد تفشت وأيضا الدفتيريا والعديد أيضا من الأمراض والأوبئة قد تفشت في اليمن. أيضا بحسب تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الفريق التابع للجنة الحكومية للرصد قد رصد خلال فترة من يوليو 2007 حتى 31 يناير من العام الجاري 1188 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، تم التحقيق في 594 واقعة فقط من ضمن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية. حول أوضاع الإنسانية المتفاقمة استضيف لهذا المساء الأستاذ وديع عطا الصحفي والناشط الحقوقي، وأيضا سيكون معنا حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا جمال بالفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن. بداية أهلا بك أستاذ وديع. مرحبا، أهلا وسهلا. نعم وديع، دعنا نتابع هذا التقرير ثم نعود للاستديو. 713 شخصا مصابا بمرض الحصبة، 7 منهم فارقوا الحياة في محافظة أبيان جنوب اليمن. وتعاني أبيان من نقص المواد والمستلزمات الصحية وأوضاع صحية سيئة. إحصائية عن ما يفعله وباء واحد فقط في محافظة واحدة، ومحسوبة على المناطق المحررة التي تصلها خدمات الحكومة الشرعية. بينما تزداد الأوضاع سوءاً والأوبئة فتكاً، وتتفاقم المأساة الإنسانية في المحافظات الخاضعة للإنقلابيين الحوثيين باستمرار الحرب والصراعات والأمراض والأوبئة المختلفة في اليمن، تقل فرص العيش الآمن لليمنيين ويتضاعف عدد الضحايا المدنيين. في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء إن عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة في عموم المحافظات اليمنية بلغ 1280 حالة، وعدد الوفيات بلغ 21 حالة. الحصبة هو أحد أمراض الطفولة القاتلة. حسب اليونيسف يعود للظهور مجددا إلى جانب الدفتيريا الذي أصاب أكثر من 1300 شخص وتسبب في وفاة أكثر من 70 يمنيا حسب منظمة الصحة العالمية، والكوليرا الذي انحسر بعد أن سجل أكبر عملية انتشار على مستوى العالم في اليمن، وتحذر اليونيسف اليوم من عودته مجددا إلى اليمن. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أعلنت الأسبوع الجاري أن 5 أطفال يمنيين قتلوا أو أصيبوا بجروح بليغة يومياً خلال عام 2017. خيرة كبلاري المدير الإقليمي للمنظمة الذي اختتم زيارة لليمن الأسبوع الماضي قال إن اليمن من بين البلدان 3 في العالم التي لديها أكبر عدد من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وأنه من المهم أن نؤكد على أن الوضع يمكن أن يزداد سوءا، فما زال خطر المجاعة الذي واجهناه في اليمن قائما إلى حد كبير. من لم تدركه الأوبئة والأمراض لم تخطئه رصاصات وقذائف الحرب والصراع، ومنهم من جمع بين المأساتين صراع في ظل أزمة إنسانية. تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في اعتداءات انتهاكات حقوق الإنسان إن فريق اللجنة تحقق من مقتل 550 مدنياً خلال 7 أشهر فقط. التقرير أشار إلى أن اللجنة الحكومية رصدت في الفترة من يوليو 2017 وحتى 31 من يناير من العام الجاري 1188 واقعة قتل وإصابة لمدنيين.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب أيضا بحسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. بداية وديع والتعليق على هذا التقرير، تقرير مأساوي يتحدث عن كثير من الإصابات الأوبئة التي تفشت في المناطق الخاضعة للحوثيين وحتى أيضا الخاضعة للحكومة الشرعية ومنها أيضا أبين. حقيقة الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة لها مثل أوتشا واليونيسيف وكثير من المنظمات الدولية العاملة في الميدان داخل اليمن أكدت في أكثر من تقرير وفي أكثر من مرة أيضا بأن الأزمة الإنسانية في اليمن الحاصلة الآن تعتبر الأخطر على مستوى العالم والأوسع انتشارا والأسرع كذلك من حيث كثرة الضحايا وكثرة الآثار واتساعها على مستوى الطفولة على مستوى النساء على مستوى المدنيين الذين يتعرضون بشكل يعني يومي ولا تمر ساعة في اليمن إلا وهناك ضحايا يسقطون إما بأثر غارة الطيران الخاطئة أو ما تسمى بالخاطئة أو بقذائف الحوثيين الذي يعني تطلق على المدنيين في البيضاء أو في الحديدة أو في تعز بشكل يعني لا يمر أسبوع إلا هناك مجزرة وهناك ضحايا وهناك منظمة ترصد. لكن على الميدان هناك أيضا يعني فجوة كبيرة إنسانية فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الناس بالحد من المعاناة الإنسانية التي يشهدها هؤلاء الناس. النزيف مستمر بشريا ودمويا أيضا، نزوح وحالة إنسانية يعني لم أسمع في حياتي كلها مثلا عن أزمة إنسانية تطال شعب، تتوقف كل يعني كل أسباب الحياة لديه، تتوقف الرواتب لأكثر من سنة، تتعطل أكثر من 70% من منشآت الصحية، ومع ذلك الشعب اليمني لا يزال يعيش. يعني هذه مفارقة لفتت كثير من المنظمات الدولية إلى اليمن، كيف يعيشون وكيف هم يعيشون هذا التحدي اليومي ليتجاوزوا هذه المعاناة التي تجاوزت بعدها كمأساة يعني. نعم، إذا وديع سأعود إليك. الوضع الإنساني وخاصة أيضا في تهامة وفي حيس الذي أنت أيضا تنتمي لها وهي أيضا من إحدى المناطق المتضررة بشكل كبير، وأذهب إلى حسين المجدلي وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وخاصة أن هناك تقرير كان قد صدر وقالت فيه أو أعلنت فيها اللجنة عن أرقام جديدة حول الانتهاكات. حسين أهلا وسهلا. نعم، أبرز وما هو الجديد في هذا التقرير؟ حياك الله، أشكر لقناتكم اهتمامها بلجنة وإصداراتها، وأشكر لكم أيضا اهتمامكم بملف حقوق الإنسان وهو الذي يعتبر ينقل معاناة اليمنيين في كافة مناطق اليمن. مثل ما ذكر ضيفك يعني اليمن تعاني مأساة الحرب، والحرب هي مستنقع الانتهاكات والجرائم، وتقريبنا يعني يصير في هذه المرحلة حصلت فيها تغيرات يعني للمرحلة من أغسطس 2017 وحتى نهاية يناير 2018 هي المرحلة التي حصلت فيها العديد من التغيرات سواء السياسية أو العسكرية، وأيضا لاحقت معنا الكثير من الانتهاكات عن نشرت التقرير وتناول هذا الكثير والقنوات التي تناولتها قناتكم. لكن الحقيقة الأمر الذي يعني يمكن الالتفات إليه أكثر أو إبرازها بشكل أوضح في التقرير أو في عمل اللجنة بشكل عام هو أن هناك انتهاكات جديدة أضيفت للانتهاكات التي كان يعاني منها الشعب أو يعاني منها المواطنين. هناك أضيفت في تقريرنا أضيفت أيضا في الواقع اليوم حد من حركة التنقل، انتهاكات متعلقة الانتقالات التي أدت إلى الإعدام، انتهاكات أخرى كثيرة أيضا يعني من قبل أطراف أخرى. هذه الانتهاكات طبعا زادت معاناة الشعب وزادت المأساة اليمنيين للأسف. نعم أستاذ حسين، ذكرتم أن هناك 550 تأكدتم من القتل خارج إطار القانون أو أيضا التصفية، من أبرز الجهات المنتهكة لهذه الجرائم؟ كما هو واضح في تقديرنا أن القتل خارج إطار القانون يعني في انتهاكات تمت من قبل ميليشيا الحوثي وضواط صالح، تصفيات خارج إطار القانون، وأيضا هناك أطراف مسؤولة أو من الجهات التابعة للحكومة أيضا قامت بقتل أشخاص خارج إطار القانون، منها قتل ما يعتبروا أسرى أو هكذا في بعض المناطق حصلت أيضا، وأيضا
تصفيات الأغراض السياسية حصلت ورفضتها اللجنة وقدمتها في تقريرها. نعم، ماذا عن المناطق المحررة والانتهاكات عبر قوات التحالف؟ هل أيضا رصدتم انتهاكاتها؟ بالتأكيد مثل ما ذكرت في تقريرنا، واللجنة الوطنية هي لجنة تدفع على مسألة واحدة من كافة الأطراف. تقريرنا مثل ما تمل أو نعم، إذا اللجنة تحقق في كل الانتهاكات وهي تقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف، كما رصدت انتهاكات الحوثية، رصدت أيضا انتهاكات الممارسة من قبل القوات المدعومة من قوات التحالف. وديع للحديث حول هذه المأساة، هناك أيضا حديث عن توقف المدارس. اليونيسف أيضا أشارت إلى مسألة مهمة، وهي أن أكثر من 2 مليون يمني أو طفل يمني لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. حديثا عن هذه الأوضاع أيضا من خلال معاينة في منطقة هي تتركز فيها أيضا هذه المعاناة، وهي أيضا ريف حيس وحتى أيضا مدينة حيس. الحقيقة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا وهي حوالي 10 محافظات إلى الآن لم يكتمل في بعضها التحرير، مثل تعز مثلا والحديدة، هناك سيطرة بشكل كلي على كثير من المؤسسات من ضمنها المدارس. يعني أضف إلى أن الحوثيين أيضا يركزون أو يستهدفون بشكل رئيسي أيضا في التعبئة الثقافية والتعبئة العقدية، أيضا إضافة إلى أنهم يوفرون كافة أسباب الحوافز التي تجعل الطلاب يتسربون من المدارس ليبحثوا عن فرصة للعيش بحثا عن المصروف اليومي ليتجندوا معهم. وتجنيد الأطفال أحد أهم أسباب تسرب الأطفال يعني إلى الجبهات. هناك أيضا الاستهداف المدارس أيضا بشكل عشوائي، هناك مناطق لا تزال إلى اليوم في هذا اليوم يعني فقط تم قصف مدرستين في حيس ومسجد أيضا، وهناك إصابتين. هناك أكثر من يعني من عشرات المدارس متوقفة تماما في أرياف حيس، لا يذهبون إليها الطلاب. وكذلك في منطقة القطابة مشلول فيها منطقة يعني مشلول فيها العمل التعليمي بسبب القصف اليومي من قبل الحوثيين. التحالف كذلك أيضا لا أعتقد بأنه يراعي على الأرض أيضا مسألة يعني أهمية التعليم كذا داخل اليمن، يعني ليس هناك تطبيع تعليمي حقيقي يجعل الطلاب يعني كأولوية لدى التحالف أو لدى الأطراف المتصارعة بشكل عام سواء حوثيين كانوا أو تحالف. يفترض بأن تتدخل المنظمات العاملة في هذا المجال كاليونسكو خاصة مثلا بأن ترعى حكاية الطلاب، وأن تراعي أيضا بأن هناك أكثر من ليس مليونين فقط، تقريبا 3 ملايين طالب يمني لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم. هناك أكثر من 1500 مدرسة تقريبا ما بين تدمير كلي أو جزئي طالها الخراب. وزارة التربية والتعليم شبه مشلولة تماما، تقوم بأدوار محدودة وجزئية أيضا في المناطق التي تتواجد فيها، بينما وزارة التعليم الذي في صنعاء أيضا وتحت سيطرة الميليشيا تفرض المناهج العقائدية والطائفية على الطلاب. اضطر بعض الآباء إلى أن يمنعوا أبنائهم من أن يذهبوا إلى هذه المدارس خوفا عليهم من أن تتلوث أفكارهم أو تتلوث عقولهم من أن يصلوا إلى مرحلة ما يقتنعوا بأن ما يجري فعلا هو ولاية وما يسوق إليه الحوثيون الطائفيون. يعني في الوضع التعليمي هناك مأساة بالفعل في كل اليمن، ومنها أيضا المناطق التي تشهد صراع كرياف تعز، رياف حيس مثلا، وأيضا في الضالع. نعم. وأيضا في نهم حيث تدور المعارك. الحديث أيضا عن المعاناة في ريف حيس، أنت دائما تكتب وتشير إلى أن هذه الحرب بالتجزئة هي أيضا تؤدي إلى معاناة في المناطق التي تجري فيها. الآن هناك معاناة مثلا في الأرياف ما بين حيس والجراحي، الناس لا يستطيعون الذهاب إلى الأسواق مثلا للتزود بالأكل وما إلى ذلك. حدثنا عن هذه المعاناة في هذه القرى. الموضوع في هذا الركن ذو شجون يعني خاصة، لأنه يستثيرني جدا فيما يتعلق أن يعني أن هناك حوالي 30,000 نسمة في أرياف حيس، يعني ريف الجراحي أيضا، ريف الجراحي تقريبا شبه مشلول. يعني مدينة الجراحي تشهد نزيف إنساني كذلك من حكاية الطيران كثف غاراته في الأيام الأخيرة بشكل أفزع الناس، منع بعض الأسر من أن تذهب بأطفالها إلى المدارس. ريف الجراحي أيضا جنوبي المتاخم لحيس أيضا شبه مشلول أيضا في العمل التعليمي والعمل الصحي، أيضا الخدمات تقريبا شبه يعني مفقودة. هناك أيضا يمكن أن تقول أيضا بأن القرى وهي أكثر من 30 قرية إلى 40 قرية من ريف حيس، أكبرها ضمي والقلمة والحصيب، هذه المناطق كلها تقريبا شبه الإقامة الجبرية لأبنائها الذين أصبحوا إذا تقدموا إلى حيس ليحصلوا على ضرورات الحياة اليومية تنفجر بهم العبوات الناسفة. يعني ما بين حيس والخوخة أيضا هناك أيضا قرى
يعني مع الأسف يعني قبل أن ينسحب من الحوثيين أو يندحروا منها أيضا لغموها وآخر رقم تقريبا من منطقة واحدة فقط 250 لغم، وهي منطقة ريفية لا يسكنها أكثر من 3000 نسمة. يعني هناك أرقام يعني مهولة، وهناك حاجة أيضا لتعزيز الفرق القائمة والمتواجدة للبحث أو التنقيب عن هذه الألغام والعبوات الناسفة التي تستهدف أبناء الريف. أبناء الريف اليوم يعيشون كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة من معنى. وفي هذا الإطار أيضا يحضرني بأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لابد عليها أن تتحمل المسؤولية الكبيرة والرئيسية أيضا تجاه هؤلاء الناس، لأنها كمنظمة دولية يفترض بأن تتواجد في المناطق التي تشهد صراع وحرب أيضا. يعني مثلا يونيسيف، مثلا الصليب الأحمر، هذه منظمات تنال يعني يفترض بأنها تحظى بثقة الطرفين من أطراف الحرب تعمل في هذه المناطق، وأعتقد بأنه من حقها يعني قانونيا ودوليا أيضا بأن يحظى عاملوها ومنتسبيها الأمن اللازم للكافي ليصلوا إلى هذه القرى. ما الذي يمنع الصليب الأحمر مثلا بدل أن يرعى أن يتواصل كمر يعني أن 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 يجهو علينا أو يفخر علينا بوجود مركز صحي واحد مثلا في زبيد يستقبل الكوليرا وما والحميات، بدل أن ينزل مباشرة إلى الأطفال الذين لا يجدون حتى حبة البرامول في ريف الجراحي أو ريف الحيس أو ريف وحتى أيضا تنظيم عمليات نزوح للناس أو توصيل المساعدات الغذائية لا توجد لا توجد هناك دروب آمنة حقيقية للناس ولا يزال حتى اليوم النزوح مستمر جراء استمرار. نعم. دعنا نذهب أيضا لله جمال بالفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة والحديث عن جهود الوزارة للذهاب أو للوصول إلى هؤلاء العالقون بين طرفي الحرب. أستاذ جمال، نعم، لماذا لا يوجد لديكم أنتم كوزارة خطة للاستجابة على الأقل حتى مع المنظمات التي تحظى باحترام على الأقل بالقبول لدى الحوثيين مثلا أن تنظموا عملا إغاثيا للوصول إلى العالقين في أماكن النزاع في ريف تعز، في ريف تهامة، في أكثر من مكان؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن بالنسبة لنا في اللجنة العليا للإغاثة عملنا هو أن نحاول نحن نفتح قنوات للمنظمات الدولية والمنظمات العاملة في المجال الإغاثي إلى هذه المناطق اللي أنت تتحدث عنها. طبعا في كثير من المناطق هذه نحن عندما نحن نسعى في إيجاد الإغاثة وعندما نسعى نحن عن طريق الداعمين أن يدعموا اليمن في إيجاد الإغاثة أو تمويل التمويل الأموال الإغاثة للمنظمات الدولية على أساس أن المنظمات الدولية هي القبعة الأمم المتحدة التي تقدر توصل إلى هذه المناطق. نحن نحاول نحن من خلال بعض الشركاء أن نوصل لبعض المناطق الموجودة. فنحن عندما نتكلم نحن عندما حصلت المجاعة في مدينة حيس اللي فيها الحديدة والتي لا تبعد عن 100 كيلومتر من مدينة الحديدة والتي احترمت من الغابة والتي تسكر فيها المجاعات في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي، حاولنا عن طريق بعض المنظمات الموجودة الشركاء اللي لجنة الغابة بإدخال الإغاثات بشكل مجزأ لأن لا تصادر، لأن المشكلة الكبيرة احنا نعانيها ان نحن نحاول ندخل يعني في السنة الماضية او في قبل كم شهور حاولنا ادخال بعض المواد الغذائية الى المحويت الى محافظة المحويت فحجزت في منطقة الدمار وصدرت. يعني نحن بالنسبة لنا في عقلات كثيرة علينا، لكن نحن اول ان تكون الامم المتحدة ان تكون شريكة معنا وان تكون فعلا توصل هذه المواد الغاثية وتتبع خطة العمل للإغاثة لإيصال الإغاثات للمناطق التي لا نستطيع الإيصال إليها. في مدينة الحديدة حتى قدرنا نوصل إلى بعض المناطق عن طريق رجال الأعمال والتجار عن طريق السلطة المحلية الموجودة في الحديدة أن توصل بعض الإغاثات لبعض المناطق، لكن نحن عندما نتحدث نحن عند نال النازحين وصلوا إلى 15,000 نازح إلى مدينة عدن بشكل عام ومناطق وقليم عدن. نحاول نتواصل مع المنظمات الدولية انهم يحاولوا انهم يعملون يعني مركز استقبال لهم، يحاولوا قدر المستطاع انهم يغيروا عمليه الطاره. فهم يقولوا نحن نمشي تحت لا توجد عندهم استراتيجيه حتى في مخزون استراتيجي لاغاثه الناس النازحين موجودين، ولهذا نحن اكبر مشكله نحن نعانيها هو عدم التنسيق المباشر مع اللجنه العليا للاغاثه مع المنظمات الدوليه لتنسيق في ايصال الاغاثات الى مستحقيها. وهذا الشيء ان شاء الله في 2018 عند توقيع ماذا عن المناطق المحررة؟ هناك مثلا حملة إغاثة لتوزيع التمر فلا تسمن ولا تغني من جوع، مثلا هناك شاحنات مركز سلمان وزعها في حيس في الخوخاء عشان يوزع تمر. يعني بالله عليك الناس بحاجة تمر ولا بحاجة غذاء، دقيق، سمن، زيوت وما إلى ذلك؟ يعني طيب،
طبعا هي مركز الملك. من الذي يحدد الاولويات يعني؟ لا لا هي 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 قضيه ما فيش تمور وبس. لا لا وزعت فقط تمور، يعني ست شاحنات دخلت في الخوخه وحيس وزعت تمور فقط. لا لا في تمور في وفي وفي مواد غازيه وصلت الى هذه المناطق وكذلك. هل يعمل هل يعمل مركز سلمان بمعزل عنكم عن لجنه عليا للاغاثه ام ماذا؟ لا هي طبعا هي هي بالنسبه للجنه الاغاثه هي لجنه تنسيقيه، وهي وهي عملنا هو فني وتنسيقي. نحن نسمح للمنظمات الموجوده، مركز الملك سلمان عن طريق شركاء يحاول ان يصل للمناطق التي تحتاج العمل الانساني والاغاثي. فالفتره الاخيره عندما فتحت عده 17 منفذ، ونحن طبعا نحن رئيس اللجنه للاغاثه عبد الرغيف هذا هو اعلن بان تكون لا مركزيه في العمل الانساني، وعندما فتحت المعابر فوزعت استاذ جمال يعني عدد المحافظات الخمسه مراكز اغاثيه. استاذ جمال بالفقيه مستشار وزاره الاداره المحليه، شكرا لك، والمنسق العام للجنه العليا للاغاثه شكرا لك على وجودك معي هذا المساء. تعقيبك وديع. انا حقيقه لي تعقيب على اللجنه العليا للاغاثه التي لا تزال مقصره حتى في في فيما يتعلق بالنازحين داخل عدن نفسها، يعني لا يزال حتى اليوم تصلنا صور مؤسفه جدا لنازحين من ابناء الحديده يسكنون تحت الاشجار ويسكنون في طرابيل تحت في المزارع داخل عدن وابيان. هناك ايضا يعني حقيقه يعني ظاهره سيئه جدا انعكست على الاهمال، غير يعني ليست هناك مساواه حقيقيه فيما يتعلق بالنازحين من ابناء الحديده في عدن مقارنه بغيرها من النازحين. انا في 2013 كنت في عدن وكانت هناك ازمه القاعده في ابيان، وكان هناك اكثر من 8000 نازح داخل عدن، وفروا لهم مساكن وكانوا يدفعوا في الشهر الواحد 60000 ريال يعني كايجار للمنازل. اليوم ابناء الحديده يعني تتراكم عليهم منازل يعني إيجارات المنازل التي لا يستطيعوا أن يوفوا إليها. معلمي الحديدة النازحين داخل عدن إلى اليوم لم تصل إليهم حتى الإعانات. كنا نسمع عن الكويت والإمارات والسعودية تصل إلى الناس في بيوتهم داخل عدن وداخل عدن وتوصل لهم المبالغ المالية كذلك. ليس هناك اهتمام حقيقي يساوي بين النازحين داخل عدن. هذه الفجوة يفترض بأن اللجنة العليا أن تهتم بها، هذا الشيء. ثانيا أنت أضفت يعني أشرت إلى شيء مهم أيضا يتعلق بمسألة توزيع التمور. أنا تواصلت مع لجنة الإغاثة، لجنة توزيع الإغاثة داخل خوخة، تفاجأت بأنهم طوال أسبوع ونص يعني لا يزالوا ينتظروا وصول بقية الزيت لتكتمل بقية يعني حوالي 6000 سلة من 22000 سلة. نعم تم الإعلان نعم عنها. نعم أنا أتساءل أيضا لماذا لا يتم تسيير كل الكمية مثلا، ويتم هناك عدالة يعني في في, في التوزيع بشكل يعني خاصة، وأن الشباب في المديريتين حيس والخوخة جاهزين بخطط الاستيعاب، الناس بحاجة حقيقية. نعم. ابقى معي أيضا، سنتكلم حول المشهد السياسي والعسكري أيضا في المناطق المحررة من تهامة، وأيضا سيكون معي اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود للاستوديو للحديث عن الانتصارات العسكرية في بعض المناطق، وهل هي بالفعل تقدم كبير أم مجرد أيضا تقدم إعلامي؟ فابقوا معنا.